عفان مالك فندق ليبرتي اللي نعرفه شخصيا، كنت نقهوى معاه ونتغدى معاه. استنى قبل ما تروح استنى، هنا ليبرتي راك جبت موضوع اخر لانه ظهر في الاعلام هذا الموضوع قبل اسبوع، باش نعطوا للناس فقط الخلفيه. غلقوا لي غلقوا له لي زوتيل نتاعو، وهو كان ماكرون راح تعشى عنده نهار اللي كان في وهران، لما راح لوهران قبل حوالي 3 أسابيع فقط او حوالي شهر الان 3 أسابيع تقريبا فقط، باش نعطوا الخلفيه للناس اللي ما يعرفوش هذه الامور نعطوها لهم يعني. تفضل. محمد عفان هو حاب نقول رسالة نوجهها للفوايو تاع والي وهران سعيد سعيود. نقول لك يا سعيد سعيود، ما تحشمش على روحك تكذب وتبردع في الناس وتبردق في الناس كما نقولوا في وهران. فندق ليبرتي يا أستاذ هو من أنظف الفنادق وأجملها في وهران، هو والرويال. الرويال حاكمه علي خالد اللي نعرفه صديقي، كنت نتغدى معه أيضا وعندي ملف عليه في فساد بيبسي سوف أنشره لاحقا. محمد عفان تعرف عليه في 2018، كان في خلاف بينه وبين نبيل لهيبي مالك البرلماني والخالد العربي بالخير، عنده فندق جاسمين. فندق جاسمين جاي في ليستو في الحي الإداري، وفندق ليبرتي اون فاصلي يعني بيناتهم 50 متر. والي وهران سعيد مولود شريفي مد باركينج تم قطعة الأرضية مدها العفان باش يديرها باركينج، وهذا ما أغضب نبيل لهيبي مالك فندق جاسمي غضب شديد. فصل بي لعبي لهيبي قال لي سيد أحمد أروح، قلت له أني مانيش لاهي، قال لي أروح سي إيرجون، قال لي ونتخلى فيك. قلت له صح راني جاي. رحت عنده الفندق جاسمي، قال لي هذاك الفوايو تاع مولود الشريفي راه مد الباركينج لمحمد عفان وأنا ما عطانيش، قال لي كلاشي وراني هنايا. عطاني يعني عاقلت ذاك اليوم جبد المكتب تاعو، عطاني مبلغ 5 ملايين. أنا تواصلت مع محمد عفان، قلت له كيفاش، قلت له كيفاش منا ومنا منا، قال لي ماشي مشكل، قال لي ما تكتبش عليا وراني هنا وتبغي تجي تسهر هنا ولا تبغي تجي أي حاجة راني أنا في الخدمة تاعك. حبيت نقول سعيد سعيد كيفاش تقول فندق ليبرتي موسخ، تغلقوا الأسباب النظافة، راه نضيف الأرضية تاعو تدير فيها الطعام، يعني هذا استغباء واستحمار العقول، هذا انتقام منه لأنه تواصل مع المخابرات أنا أنظن في زيارة ماكرون، ولو ما كانش متواصل مع المخابرات الجزائريه انتقموا منه وغلقوا له كل المطاعم تاعو والفنادق تاعو. هنا هذو دي فوايو، وهذا هو اش حبيت نقول في هذه القضيه، يعني حجه النظافه حجه يعني كذب في كذب. لكن مره اخرى ذكرت لنا هنا نقطه على الجانب، وهي انه هذا اللي كان لهيبي كما اللي عنده هذا فندق جاسمين وأغرق بالمال باش انت تهاجم عفان، هذا صحيح؟ نعم. وانت هاجمته ولا ما هاجمتوش؟ لا ما هاجمتوش، يعني خذيت المال بدون انك تهاجمه. ولينا نتلاقوا وليت نروح عنده القهوة، هو ايضا كان يجيب احمد ويحيى، كان يجيبه في فندق ليبرتي ويجيب له البنات ويديروا له المساج، لانه كان هو عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. هذا عفان ايضا فوايو فاسد ما يصحاش، عندي ما نقول عليه. لكن يعني هنا شجاعة منك انك تذكر، شجاعة منك انك تذكر انك بالفعل انت ايضا دخلت في هذا على اساس انه تقوم بانك تكلاشي هذا كما يسموها هنا، ولكن بطلب بمال اعطاه لك شخص اخر اللي هو المنافس نتاعو. نعم على الباركينج، هذه حقيقة، حقيقة تعترف بها وتقولها امام الناس. هذه في الحقيقة هذه جميلة صراحة انك تعترف ايضا وأمام الناس أنك بكوارث اللي درتها أنت أيضا بالفساد اللي كنت مشارك فيه، ولكن أنت في الحقيقة كنت قطعة صغيرة مقارنة بكبار البارونات في كل مستوى. راهو انتقم مني الله سبحانه وتعالى وأدخلني السجن وحرمني أن نودع الوالدة تاعي، والحمد لله وأنا اليوم بداية جديدة، راح نشتغل بعرق جبيني، نأسس عائلة هنا في فرنسا ونقدم كل ما هو إيجابي إن شاء الله. إن شاء الله. نصيحتي ليك ولكل الناس إياكم وإياكم وإياكم هذه تاع الكلاش، لأنه يعطوك دراهم أو تبتز أو لأن في النهاية هذه الأشياء ستعرف. للأسف الشديد أستاذ لا داعي للذكر، عندي تفاصيل وأدلة على بعض من يدعون أنهم معارضين ورغم يديروا ابتزاز بمبالغ مالية جد معتبرة بآلاف اليوروهات، يعني وخلي ببغطة كما نقول. طيب لا داعي للذكر ذلك. طيب عدونا هو النظام الجزائري ونظام العسكر والعدالة الفاسدة وليس إخوتنا المعارضين.